ده سلام عسلامة. دوحة كان شخصي. الحمد لله، كيف كنت كمان؟ شنو اخبارك؟ الحمد لله اختي، والله لا رحمك ربي اختي. نعرفك بسليم من الاردن. سليم اهلين. سالي 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 مش سليم. سالي 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 كي راكي سالي؟ كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله اختي. الله يسعدك يا رب. جاي كيوت هذه دوحة. عجبتك؟ لا لا نسم لها زعما هكا مظهر كأخت كأخت كبست. تعرفوا أبو الوفا؟ لا أنا جديد. أبو الوفا كمال. أنا كمال جديد. أنا كمال كيفك جديد؟ قديش يلعب أبو الوفا؟ عنده 4 أيام. أنا 4 أيام. أنا عندي شهرين في الجوالات. كل الاحترام. ديكينغ مراو. سالي أنا وأنتي نلعبوا ضدهم؟ يلا. انا وكمال. ايوه انا وكامل. يلا ابو الوفا. انا بارطاج انت جزائر ذا كينج منور يا ارحب بوان. تحياتي الى قناه الجزائر. انت من وين؟ انت من وين؟ فلسطين يا غالي. يا حبيب قلبي والله تاج راسي حبيبي. شوفي التكبيس عند كمال. شوفي التكبيس عند كمال. يلا كوتي جيتار بوكس بوكس دروك ميكس. شكرا والله يا رجال فضحتونا. طلع هذا تشكب بتكبيسه. اقوى تكبيس في الجهه في العالم. يلا ان شاء الله هي بتشوف تكبيسنا. يلا يا شباب يا طارق. والله تكبيس. صلى على سيدنا محمد. كبسوا يا شباب بوكس. وين راح على بدر بوكس من الاول؟ غادي احنا من الاول تكبيس. شو تكبيس يا سيدي؟ تكبيس تفكر من افنا. بارك تكبيس. صلى الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كمل به يحكم. شكرا ام قصدي شكرا على الدين. شاولة دوحة تكبيس تكبيس كبس كبس. تحب جولة؟ تحب ربع جولة؟ نص جولة؟ كيما تحب. شكون؟ ابو الوفا. ايه شي شي تكبيس جماعة تكبيس. شو حكا راكي يطلع جبري ارحب خوتي خوتي كتر 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 طلعوا لنا. لا 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 انا هلا حس رح يجينا مليون مرتين. شعب واحد من الشعبين يا عم. فرطاز يلا تحية بنصيب الجزائر. تحياتي فرطاز يلا. 100 وردة 100 وردة 100 وردة 100 وردة ما بعد ما جماعة جايز الورد ورد 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 100 وردة 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 170,000 باغي نقبل 180,000 باش نسكتوا العالم. هذه ماشي جولة رسمية. ورد 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 احنا احنا وانتو فلسطين شعب واحد. طبعا احنا والجزائر كلنا شعب واحد. كل التعليقات والجزائر بكم في القلب. تحياتي لاهل الجزائر واهل تونس. انت من الجزائر صح؟ ايش؟ سالي انت من وين؟ انا اردنيه فلسطينيه. الاثنين يا كيف صورتك هذه؟ كم طولك؟ كم طولك سالي؟ 160. احلى تحيه للجزائر. تحياتي كلهم جزائر. انا اعشق هذا الطول خوتي. الدوب الدوب الراحه على بطل. تكبيس تكبيس سيراتكم. شو التكبيس؟ انا بالدبل دبل. ايوه خوتي خوتي بي 7 نفوتو 100 كمان. انا خفتك خفتك. انا كمان. ايوه كمان. في حياتك شو تسوي؟ انا اي ام سينجل 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 سينجل. اي ام سينجل. لا ام سينجل سينجر سينجر. بغني بغني انا. سيجار سيجار يس. بغني بغني مغنية. تغني لي؟ غني لي نعطيك الميكرو وغني لي. تعال الميكرو. يعني شو مد لك الميكرو ومدها لك تغني لي؟ غني لي. حغني موال صغير هيك. غني لي غني غني غني. انا ثاني مغني. جد؟ انا لا انا عازف جيتار. اوه انا كمان بعزف جيتار. في شخص مسكين الله يشافيه عندنا لما بيقول لك اعطيني سيجار بيعمل لك هيك. زعما اعطيني سيجار. غني لي غني لي يلا نغني لك وغني لي.
برضاك يا خالدي لرغبتي ورضاك. سيلي غني ما تطلعي فيه، غني ما تطلعي فيه. خلق صوتي ويدك يا لا 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 برضاك يا خالدي لطفتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت ما شاء الله. انت عندك صوت جميل، صوت حلو. شكرا 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 اخوتي زاك، يا احلى زاك يا احلى زاك يا احلى زاك. بحبك في البقلو الجبري الاسطوره لاين كابيسات اخوتي. ابلهم لي ديفوهم لي ديفوهم. دوحة كيفك؟ اه سالي سالي عندك صوت، عندك صوت بتغني غايه وانا بعزف غايه. انا وانت فريق. اوكي انا وانتي، انا بعزف وانتي بتغني. اوكي يلا انتي تغني وانا نعزف لك. وين جيتارك؟ جيب يلا ابو الوفا، خلينا ننزلوا احنا، خليهم هما، خليهم هما واحد يعصو يغني. ايه عرفت كيفاش نوتر؟ وين وين ابو الوفا؟ وين تعليقات وقت من ننزل يجننوني يتسكروا. وين ابو الوفا؟ خلوه يبعث لي، خلوه يبعث لي. بعثت لك خلاص، بعثت لك ضحى. كيفك شخبارك؟ الحمد لله. ايه سالي وكمال صاروا صحاب خلاص. هذاك عايز ايه؟ واحنا قاعدين ساكتين، واحنا قاعدين ساكتين ننزل احنا ونخلص. اه والله احسن شيء خلاص، هذاك صاروا صحاب نسينا. طيب شو راح نسيت كنت راح احكي. مين بعث لي؟ هي نفسها بتحكي لك من الغرب على روس. اه هسه لسيت انت يعني مين احسن قصيت هكا عجبوك صرت تحب تطلع معاهم في التيك توك؟ والله يعني زي عندك وائل وعبسي وقايا وسالم، سالي العوضي، سالي العوضي. حلو حلو. دعبون حلو. اوه ابو محمد جارنا تبع البقاله. افضل حدا عقد الايام كلهم خلاص. سميتهم الكل، سميتهم الكل حتى انت. ايش؟ سميتهم الكل حتى انت. اه كلهم، كلهم طلعت معهم. طيب نلعب جوله؟ يلا العب جوله. يا حبيبي يا حبيبي شو هذا؟ آخ لا زي ما خلاص خلصنا من قصة الحبرة شباب. كبسوا 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 على الآخر، حاولنا ننبضي قصة جديدة. سينا من الحبرة عبد الطيب. شنو قصة جديدة؟ بقول لك قاعدين بيحكوا لي إنه أحكي لها إنك مثلت مسلسل الحفرة، إنك أنت حضرتيه مسلسل الحفرة. أنت مثلت؟ نعم، مش أنا مثلت، أنا الحفرة بحالها، شعور الحفرة إلي. انت مثلت ولا ما مثلتش يا اخي؟ لا حفره لا مش حفره. انا اللي خرجت المسلسل كله. الحفره حلو. مسمى المسلسل اللي تحكي لي انا مش عارفته. انت مثلت في مسلسل من مسلسلات ولا ما مثلتش؟ تعال افرجيك، تعرف هذا الشعور؟ شعور شنو؟ تعرفيش هذا الشعور؟ لا خلاص زي هيك، هذا شعور الحفره، شعور مسلسل الحفره.
وين جاي مسلسل الحفرة هذا؟ يعرفيش والله، اكتبي على اليوتيوب مسلسل الحفرة بتلاقيه. اكتبي بطولة مثلا ابو الوفا الحفرة بتلاقيه. عمرك قدرتي مصارعة؟ مصارعة؟ لا. باب الحارة؟ باب الحارة ما حضرتوش لكن بعرفه. لانه جزء حضرتي. ما حضرتيهوش. شو حضرتي مسلسلات؟ حضرت مسلسلات تونسية مغربية فرنسية. باب الحارة ما حضرتي. فيلم التايتانيك؟ بين شو؟ قرا انسلام من نجيب العيد مع المعصب المعنى مع قرا طلعت مع المجدرة. بتعرف المجدرة؟ أكلت المجدرة؟ شباب يفتح الدبل 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 يا شباب. مودي أحلى مودي. أكلت المجدرة معروفة أنتوا إنكم بتونس؟ لا ما أنا ما نعرفها، بس أنا بعرفها في الأردن. صح. أنت بتعرفي كيف المجدرة وصلت الأردن؟ كيف؟ أنا بقول لك. بتعرفي الخليل موجودة بفلسطين تعرفيها؟ لقيت هذه الأكلة خلية من فلسطين. طلع واحد خليلي سوى طنجرة مجدرة وطلع فيها وين؟ على الأردن. حلو. شافوا الجيش الأردني قالوا له شو هذا؟ قال له مجدرة. قال له شو يعني مجدرة؟ قال له وديني عند الرئيس بقول له شو يعني مجدرة. راح الرئيس تبعهم قال له شو هذه الطنجرة؟ قال له مجدرة. قال له شو يعني مجدرة؟ قال له دوق دق المجدرة. قال له شو بدك بدل المجدرة؟ قال له اعطيني اغلى اشي عندك بالدولة. اعطاه سيارة فراري. تخيل ايه؟ بدل طنجرة المجدرة سيارة فراري. لا 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 بديش اكملها والله، كنت اكمل القصه بطل. مش فهمتك انا ولا اشي فهمت عن جد ولا اشي. بس شو هذا مع الكيسه؟ انت المخرج؟ انا المخرج. نعم صحيح. فهمت، انت المخرج. حلو كثير، نتشرفوا. على راسي يا غيري. انت من وين؟ من المغرب؟ خلاص الموضوع، بحس حالي جوعانة. انت لو انك كملتي كان وصلت الفكرة، كان فهمتي انا وين بدي اصل. حط التليفون هون احسن، رقبتي وجعتني. شبيك؟ شبيك؟ انت لشبيكة؟ ايه مش فاهم اللهجة، بعرف مش فاهم اللهجة، وانا برجع احكي تونس شو اسوي؟ ليه فهمته فهمته، ما مش فاهم القصة اللي احكي فيها. انا بقول لك شو اللي صار. لا 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 يا حموديك الله يخليك. سبيكر سبيكر كبسو تكبيس جماعة تكبيس. هيك انتوا عندكم تونس هيك بتحكوا يعني بتمدوا بالكلام ركيب. لا مش كثير، بس الجنوب. ايش؟ من جنوب الجنوب، بس الجنوب يحكوا هيك تكبيس. جحفلوا 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 جحفل يا شباب. يسعد دينك يا حسام، يسعد دينك يا غالي، يسعد دينك يا غالي. عشر ثواني شباب. فما شكون مين ضاف الوقت؟ مين اللي ضاف الوقت عندي؟ مين اللي ضاف الوقت عندي هسه؟ يوي شاهر، ليش تضاف الوقت يا شاهر؟ عادي يا شاهر ضيف الوقت، احنا فايزين، احنا كنا راح نفوز يا حسام. شفت يا حسام؟ عجبت قبل شطريمة احمى فازة فوز شهر العدد ذي العدد ذي في الوقت احنا فيزين. مودي احلى تحية لمودي. هاي الله شبيك انت شبيكة حكم الاول. انو حكم انو حكم وافي، احنا ما اتفقناش حكم. ملعب شو؟ نلعب معك كيكة فص في الجبل. طب العب يلا العب، بدك تلعب كمان جولة. احكم يلا احكمي العب. تعال احكمي يا نحتسبها على جولتين يعني فهمت؟ ايه نحسبوها جولتين.
العبي يلا احكم. يلا تكبيس 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 تكبيس. ابي جحفل طيعي جحفل ايه؟ جولتين جحفله. انت جحفلت. ما جحفلتش انت جحفلتي. انا انت جحفلت وانا ضفت وقت وانا عندي انا ضفت وقت. مش عارف ليش زاد وقت عندك يعني. اه احنا ضفنا باش نعطيك فرصه. عشان تعطيني فرصه؟ طب العب العب شباب يعني العبوا يلا كبسوه اللي عنده بس يرمي. وين عايش فلسطين الخليل؟ شبيكة كم القصة كم؟ شبيكة كم القصة؟ تعرف سينكورا؟ لا. ريمستيريو؟ جون سينا؟ جون سينا بسمع بي. راندي أورتين؟ لا. أندرتيكا؟ لا. شيميس؟ لا. نانسي كرام؟ لا. نجوى عجرم؟ هيفا حسني؟ تعرفيهم؟ انا بعرفهمش. اي والله اللي بتعرفيهم ما بعرفهم. هك سميت لي اسميهم انت. صح الاسم غلط صحيح. هدية ب 1900 يا جماعة. حسين والله منور يا حسين سعدينك يا حسين. شباب على الدبل على السريع. أنا بتجيب العيد أنت. 1900 يا جماعة هدية ب 1900. 11 يضرب على الدبل مالكو كمان قصة. هدية ب 1900. أنا قصة. أنا قصة أكمل. كلهم بيقولوا كمان قصة، قصة المجدرة. حيك يا حسين حي. بدها تنام كمان شوي. كمان نلعب كمان جولة تكون نايمة. الو الو وين شباب فوزونا ها عشان جحفلت المجدره مين مش فاهم على هاي ادينك يا حسين تريبل التريبل جماعه تريبل ها حبيبي هي فتحوا الدبل واحنا تريبل واحنا 30 نزل شو هذا وين الناس وين العالم وين انتو تريبل جماعه مع بعض شو هذا تريبل 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 مع بعض تريبل ها ايه حكى تكملها القصة طالع كيلة عزين الظهر عزين الظهر حيك يا أماندا حيك يا أماندا ما بتاخدش بتعطي مع عندي عارف عندي قصص كتير هي مش فاهم علي عرفته أنا عشان بقاش أحكي ميك محمد رمضان تاتك مع محمد رمضان اهدي يا اسطى هات يا اسطى ازيك يا اسطى ازي حضرتك نعم صحيح انا طالع مع طرفه الكهرباء من كذب ايوه كمل اعمل حكم متعود طالع مع ضحايا بدخيان اطلع معك على ام بي سي 1 ان شاء الله يا اسطى الكهرباء بطلت تضوي مع الكذب سلام هاي هي دي فازت فايزات هكا تحكيو احنا هيك بنحكيو انتو كيف تحكيو هيك فازت فازت انتو كيف تحكو تحكيو فايزات لا ربحت بيعت عليك في العربية طب اذا خسرت خسري وجون سينما وخيل اللايف مشي بالكذب مشي مشي اللايف مشي شو يعني والله خافش تكذب يعني خلاص ايه بتكذبش ولا ايه حاش تكذب يا زلمة حاش تكذب لو سمحتي لو سمحتي انا بحبش الكذب المسلم قال المؤمن يصري قال له نعم ايه نعم قال له ايه قال له نعم قال له يكذب قال له ليه انا بكذبش لو سمحتي انا كل اشي عندي الا الكذب الحمد لله رب العالمين شباب على القفاز فطور شباب على القفاز فرجوها فرجوها على القفاز يلا اضرب على القفاز ليش تضيفوا في الوقت ليش تضيفوا في الوقت يا حسين ليش تضيف في الوقت يا حسين شباب على القفاز على القفاز على القفاز ليش تضيفوا في الوقت ليه ما عادش تجيب مع لا عاد تضيفوا وقت واحنا فايزين على القفاز يا رجال على القفاز يا رجال راح فاز على الفاضي
فايسق علينا ها كنا كندره هاي يعني. تزيد على فرج سويني امجد على روس هاي احنا تدمرنا يا كيفتوا اضرب اسد برا الجوله الحكم الاول تروح تجيب مستوى وتيجي ياكي جد يا ان شاء الله مع فطيبه والله ايش شوف طيبه يعني ان شاء الله معرفت خير على راسي والله احلى ضحايا ربي يخليك والله عايشك نلعبوا مره اخرى مع بعضنا ان شاء الله انا سعيد